هكذا يبدو المشهد من فوق محيط أخضر يعانق مياه خليج يصنف ضمن أجمل خلجان ضفتي المتوسط. إنه منتزه الصابلات، أحدث مشاريع التهيئة الحضارية التي صنعت على عين أعلى المسؤولين في ثلاثة حكومات متعاقبة، بإحداثيات تلامس البحر الأبيض المتوسط، امتدت من بلدية المحمدية شرقاً إلى الحامة غرباً. على هذه الأبعاد الجغرافية وبمساحة 80 هكتاراً، انطلق مشروع حمل طموحات رسمية وشعبية لبعث الحياة في هذا الفضاء على الشاطئ المهمل على مدار عقود. ضخامة المشروع وطموحاته العالية رصد لها غلاف مالي تجاوز 2000 مليار سنتيم لإخراج منتزه الصابلات من تصاميمه ثلاثية الأبعاد إلى واقع الناس. من هنا من قلب خليج الجزائر أقف الآن فوق أرضية مشروع أريد له أن يغير الواجهة البحرية للعاصمة ويصنع لزائريها فضاء جديدا للراحة والتنزه. هذا المشروع الذي يندرج ضمن مخطط لتطوير عاصمة البلد بقدر ما حمل من أمال وتطلعات، بقدر ما حمل من انتقادات وخيبة أمل لكثيرين. دعونا نتابع الآن خبايا لصابلات ونكتشف أسباب التضارب في تقييم حياله. سنة 2012 ضرب أول فأس معلناً انطلاق الأشغال المقرر انتهاؤها خلال 50 شهراً من أجل قلب صورة الخليج، لكن جرعة الحماس خفضت سقف الطموح عقب تسلم جزء من المشروع بعد سنة واحدة، أين بدأت ملامح الصورة النهائية في التشكل. مخرجات المنتزه الذي دشن سنة 2015 انتهت بتوفير قطب ترفيهي لآلاف العائلات في مكان كان مرتعاً للجريمة والانحراف. بعد 7 سنوات كاملات على افتتاح هذا الفضاء الترفيهي، كيف يبدو واقعه اليوم؟ المتجول بين جنبات الصابلات بمساحته التي جاوزت 80 هكتاراً يرصد حجم التغير البطيء الذي يشهده المكان طيلة السنوات. المشاريع الهيكلية للبنية التحتية ما زالت جارية في الكثير من أجزائه، خصوصاً تلك العمليات المتعلقة بتهيئة مرافئ اليخوت والنزهة والجسور الفاصلة بين ضفتي المنتزه، في حين أن مشاريع معلمية أخرى لم تعرف انطلاقتها أصلاً على غرار المتحف الإفريقي الذي من المنتظر أن يمنح المكان قيمة رمزية لا تقل أهمية عن القيمة التي أضافها بناء مسجد الجزائر في المنطقة المحاذية.